طيب زياد، سنذهب إلى أسامة الكحلوت، عاد معنا عبر الهاتف ليطلعنا على سير التطورات. تفضل أسامة، أشرح لنا ما الذي يجري تحديدا. نعم، يعني يبدو أن الجيش الإسرائيلي بات يكثف ضرباته على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نتحدث عن منطقة تتعرض لقصف متواصل منذ عدة أيام، ولكن فجر هذا اليوم كان هناك قصف مدفعي عشوائي على هذه المنطقة، وتحديدا في منطقة تل السلطان الساحلية. هذه المنطقة على شاطئ مدينة رفح، وهي منها المنفذ الوحيد باتجاه منطقة نواصي خان يونس. هذه المنطقة لم يعلن الجيش الإسرائيلي على أنها منطقة قتال، ولم يهدد السكان في هذه المنطقة والعائلات النازحة بالخروج باتجاه منطقة مواصي خان يونس، ولكن تم تهديد منطقة شرق رفح ومن ثم منطقة وسط مدينة رفح. غادر كل السكان من المنطقة الشرقية، وسيطر الجيش الإسرائيلي على كل المنطقة الشرقية. أقصى منطقة شرقية جنوبية هي معبر كرم أبو سالم التجاري، تم السيطرة عليه، ومن ثم تدرج تدريجيا باتجاه 3 كيلومترات باتجاه منطقة الغرب، وهي منطقة حدودية، وسيطر على منطقة معبر رفح البري. والآن ينطلق من المنطقة الحدودية من منطقة معبر رفح البري باتجاه المنطقة الساحلية، وبذلك الآن بات يسيطر على أكثر من ثلثي منطقة محور فيلادلفيا. وهذه المنطقة تمركز فيها على منطقة تل الزعرب، هذه التلة مطلة على كل أحياء مدينة غرب مدينة رفح، وبالتالي بات يقصف عشوائي بشكل مباشر. طيب، والآن بدون تحذير وبدون إنذار بات السكان يخرجوا، وبذلك أجبر السكان في هذه المنطقة. أنا أريد أن أسألك أكثر عن موضوع السكان، يعني نحن عندما نتحدث عن رفح نتحدث عن أكثر من 1,000,000 نسمة نزحت من الشمال إلى الجنوب في رفح. الآن هؤلاء النازحون إلى أين يتجهون يا أسامة؟ يعني حتى هذه اللحظة الملاذ الوحيد لهذه العائلات التي نزحت مؤخرا من مدينة رفح ينزح باتجاه منطقة نواصي خان يونس، مع العلم أنه في هذه المنطقة يوجد ما يقارب من 1,000,000 نسمة نزحوا من منطقة رفح ومن منطقة الشمال باتجاه منطقة نواصي خان يونس واستقروا في هذه المنطقة، مع العلم أن هذه المنطقة مدمرة وخرج منها الجيش الإسرائيلي بعد تدمير كل مقومات الحياة بعد اجتياحه لخان يونس. الآن هذه المنطقة بدون أي مقومات للحياة، بدون أي مياه، بدون أي محطات لتوليد لا كهرباء ولا مياه ولا أي وسائل للمواصلات في هذه المنطقة. الجميع هناك فقط يخرج من منطقة رفح هربا من الموت وبحثا عن الحياة في مواصي خان يونس، مع العلم لا يوجد أي مقاومات للحياة في هذه المنطقة. بعد أن اكتظت مدينة خان يونس بالعائلات النازحة نزحوا إلى اتجاه منطقة دير البلح. أتحدث معك الآن من وسط مدينة دير البلح، هنا لا متسع للبشر للسير في هذه الشوارع، الآن مكتظة بآلاف النسمة، يعني ما يقارب بحسب إحصاءات رسمية سواء للأمم المتحدة أو للمؤسسات المحلية في دير البلح، فأنه ما يقارب من 1,000,000 نسمة الآن متواجدين في مدينة دير البلح على مدار الساعة يتجولوا في الشوارع لعدم وجود متسع لهم في مراكز الإيواء في ساعات النهار، ولكن يغادر الشوارع باتجاه مراكز الإيواء من أجل النوم في ساعة متأخرة من الليل في ظل نصب خيام آلاف النازحين في الشوارع وفي الطرقات وفي الأراضي العشوائية وفي أي مكان بداخله متسع لنصب هذه الخيام.